يقول عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هل ملأتها؟ هل ملأت هذا الأفق، هذا الفضاء تسبيحا وحمدا لله عز وجل؟ الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كنز من كنوز من تحت العرش، أين نحن عن هذا؟ لاحظ، ذكر الله عز وجل العبادة الأسهل، الأيسر، الأوفر أجراً، الأعظم حظاً، بين قوسين الأقل فعلاً في حياة العباد للأسف. يجتهد الناس في العبادات التي تتطلب جهداً ووقتاً وربما مالاً. يا أخي، ذكر الله لا يطلب منك صدقة ولا نفقة ولا حتى طهارة ولا استقبال قبلة. تذكر الله على كل أحوالك. هنا ستفهم لماذا يذكر الصحابة وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يذكر الله على كل أحواله. يجلس مع أصحابه في المجلس عليه الصلاة والسلام فيحدثهم وهم حوله فتحوا قلوبهم قبل آذانهم، ينتظرون النور الذي يخرج من بين شفتيه والهداية التي تتناثر في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يدهشك أن يحكي بعضهم فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، وفي بعض الروايات أكثر من 100 مرة. عفواً، هو جلس معهم، كان يحدثهم، متى كان يستغفر؟ ربما كان في سكتاته، ربما كان في صمت عندما يعم المجلس فيسمعون استغفاره وذكره لله عز وجل. هذا المنطق الذي يعيش عليه الكمل من البشر، الأنبياء عليهم السلام. ثم من بعدهم من سلك سبيلهم من الأولياء والعباد والصالحين، حقيقة أدركوا أن سر الحياة وأن مجمع البركة وأن متعة الروح حقيقة إنما تكمن في الإكثار من ذكر الله. فترى أحدهم يستوحش إذا وقف لسانه عن ذكر الله.